أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في نشرة منتصف الليل من الموريتانية نستهلها بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية يصل إلى مقاطعة المريرة قادما من مركز تيجنت الإداري ضمن المحطة الرابعة من زيارته لولاية تلارزا. رئيس الجمهورية يدشن بعض المنشآت التنموية في مقاطعة كرمسين. الوزير الأول يشرف بالمركب الأولمبي على المباراة النهائية لكأس رئيس الجمهورية لكرة القدم للموسم الرياضي 2014-2015. مرحبا بكم مشاهدينا في تفاصيل هذه النشرة. يواصل رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز زيارة التفقد والاطلاع التي يقوم بها منذ أيام لولاية تلرزة. بعد الفاصل نفتح وإياكم صفحتنا الخاصة بتغطية هذه الزيارة. وصل رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز مساء أمس إلى مدينة المرذذرة ضمن برنامج زيارته الحالية لولاية تلرزة، واستقبل رئيس الجمهورية لدى وصوله مدينة المرذذرة عاصمة المقاطعة من قبل حاكم المقاطعة وعمدة بلديتها ومنتخب المقاطعة وأطرها وجهائها وفعالياتها الشبابية والنسوية وجمع غفير من السكان، وخصص سكان المقاطعة استقبالا شعبيا كبيرا لرئيس الجمهورية لدى وصوله، حيث غصت شوارع المدينة بالمستقبلين حاملين الصور المكبرة لسيادته والشعارات المذمنة للإنجازات التي تحققت في السنوات الأخيرة وخصوصا في هذه المقاطعة. مشكلة ما في.
وتعتبر مقاطعة مرذذرة إحدى أهم مقاطعات ولاية طرير الزراعوية، وقد عرفت كدائرة إدارية للفرنسيين سنة 1790، وهي نواة الإمارة التي أعطت اسمها لهذه الولاية ورقة تعريفية بمقاطعة مرذذرة. في وسط ولاية ترارزة لم تكن الطريق إلى مقاطعة المذرذرة بهذه الانسيابية، وهذا التدفق في المواصلات قبل سنوات. هذه المقاطعة التي ظلت معزولة بحكم صعوبة التضاريس ومشاق التنقل هي اليوم في قلب شبكة طرقية أصبحت تربطها بمحور تيغنت، روسون، واكشوت لتنهي نهائيا مشاكل العزلة التي ظلت تعانيها منذ نشأتها في خمسينيات القرن الماضي. هذه المقاطعة تسكنها ساكنة تقدر بحوالي 40,000 نسمة على مساحة تقدر 3600 كيلومتر مربع. هاي المقاطعة تتميز بأنها مقاطعة تنموية وزراعية في آن واحد، لكنها الزراعة زراعة الخريف، زراعة تحت المطر، زراعة المطرية كما يقال. بهذه المقاطعة خمس بلديات، هي البلدية المركزية بلدية المذرذرة، وبلدية تيغنت، وبلدية بير التورس، وبلدية التاجلالت، وبلدية الخط. هذه المقاطعة كانت تعاني في السابق من عزلة كبيرة، عزلة شديدة، وكانت هنالك مسافة 50 كيلومتر ما بين تيغنت والمذرذرة تقضي فيها السيارات ما بين 4 إلى 5 ساعات. وبفضل الطريق اللي يوجد خلفي الذي شيده فخامة رئيس الجمهورية من تلقاء نفسه وبدون أي تدخل، كان هذا الطريق يفك العزلة، بدل من كنا نمضي 5 ساعات أصبحت الآن 30 دقيقة فقط. ساكنة مقاطعة المذرذرة والقرى والتجمعات المحاذية لها كان الخيط الناظم لانطباعتها حول زيارة رئيس الجمهورية للمقاطعة هو الإشادة بإنجاز طريق المذرذرة تيغنت، الذي حي الأمل في نفوس الجميع بأن جميع مشاكلهم التنموية هي في طريقها إلى الحل. زيارة الرئيس تبارك الله فرحانين بها، وإنجازاته زينة عندنا. الأول منه هذا الطريق اللي واقفين عليه، طريق تنقيد المرر، وما نقدر خلصوا للسيد الرئيس بالنسبة لسكان مقاطعة المرر. إنجازات السيد الرئيس محمد العبد العزيز ياسر، وفي المرر هذه قاع ياسر حتى به لهذا الطريق، له طريق تنقيد المرر أكبر دليل عليه. بالإضافة إن هذه شبكة الكهرباء وتوسيعة الطب. هذا المركز الصحي الذي يعود تاريخه إلى عهود الاستعمار ظل ترميمه على قائمة سلم مطالب السكان في المقاطعة منذ عقود طويلة، وهو اليوم وفقا لتعليمات الرئاسية في حلته الجديدة منشأة عصرية متكاملة الأدوار والمهام. إنجاز آخر لا يقل أهمية عن الطريق، هذا الإنجاز كان عنوانه الأبرز الصحة التي شكلت هي الأخرى مطلبا ملحا للمواطنين في المقاطعة. هذا المركز اللي كان هو أول مركز بتنا في موريتانيا فيما ترى فيه اليوم تجديد وفا اللي راك عاد 7 أشهر، وفيه طاقم مكون من طبيب رئيس ومن قابلة ومن 8 ممرضين وماجورة، والأقسام اللي فيه فيه قسم الطب العام، وفيه قسم الولادة، وفيه قسم للتلقيح، وفيه قسم للأسنان، وفيه قسم الاستشفائي، وفيه قسم الصيدلة. هذا هم الأقسام اللي يتكون منهم، وجميع الأقسام راك موجودة وتشتغل، والحمد لله ما هم مشكلة كبيرة. هم قدر من النواقص فيها ما يعني للبرسونيل، لأن خاصة الساعة اللي جينا هون ما عندنا طبيب أسنان. وفي مجال التعليم مثلت سنة 2015 محفزا للقائمين على المنظومة التربوية في المقاطعة لرصد كل الاختلالات التي يعاني منها القطاع واقتراح الحلول والبدائل العلمية لهذه الاختلالات. في كل 15 يوما تقام ندوة تربوية في إحدى المؤسسات، تشرح فيها العملية التربوية ويذكر فيها النواقص و ما إلى غير ذلك. أيضا أنتج بعض المعلمين بحوث تربوية حول هذه العملية التربوية، من بينها على سبيل المثال للحصر بحث في الإدارة المدرسية للمدارس الأساسية.
إنجازات حيوية ووثيقة الصلة بحياة المواطنين في المقاطعة التي أصبحت اليوم تغذي الأمل في زيارات رئيس الجمهورية للداخل. هذه الزيارات التي لم تعد تخلو من أحد أمرين، إما الإعلان عن انطلاق مشروع تنموي جديد أو تدشين إنجاز هام يلبي احتياجات تنموية أساسية للساكنة المحلية. ويثمر المواطنون في مقاطعة المرذذرة الإنجازات التي استفادت منها مقاطعتهم ويتطلعون إلى مزيد المشاريع التنموية. نتابع عينة من آراء المواطنين الذين التقتهم قناة الموريتانية. الزيارة آمال عليها كبيرة، حتى مثلا عندنا المواطنين هنا عندهم ياسر المشاكل وآمالهم على عزيز، كيف تعرف المدينة نجح فيها نجاح كبير، آمالهم عليه كبيرة جدا، يعانوا من الكثير من المشاكل. وهذا ضو اللي عدلنا حالته هذه وفتحوا لنا عام الاول مجانا كامل، مثلا على بصوره عامه دائم نص الدشره ما هو لحق. مهمه عندنا وزينا عندنا مفخرتنا اللي هي زياره الرئيس، به اللي الرئيس عدلنا ياسر من الشيء اللي يستحق علينا، نعود اليوم نفتخروا له. هذا قدروه ما كنا نصوروه، انه ياسر من السنين ومن الدهور نسولوا عنه ولا دور مسابق خلاكتي يعني على الهيه اللي هو يدور يقدر قد جا رئيس ما طالبوه له ولا قد حد يسوى من هو شد اخباره سابق للرئيس. ما كنا نصيبوا عنه لعبد العزيز اللي وصلنا بعد كاع شين قالوا لباتي، وصلنا شين قالوا يطريا، وصلنا شين قالوا حقوق الانسان، عندنا نتكلم عن حقوقنا. هذه الزيارة نأمل فيها الأمل الكبير. هناك مشكلة حقيقية هي ما يسمى بمشكلة البطالة، خاصة البطالة الهيكلية والبطالة الموسمية والبطالة المقنعة. أطلب من سيادة الرئيس من حكومة الرئيس أن تضع سياسة واضحة للمحاربة ضد ما يسمى بالبطالة ولمحاربة بأنواعها. هذه الزيارة نحن نتورها بفارق الصبر، زيارة الميمونة لرئيس الجمهورية، إياك نردوا له الجميع بنا اللي نحن نرك على الشارع اللي كان حلم بالنسبة لمقاطعة المذرذرة، هو الشارع الرابط بين مدينة تقن ومقاطعة المذرذرة شرقا. شاكر السيد الرئيس محمد والعبد العزيز جزيل الشكر اولا على فك العزلة عن طريق المذرذرة اللي من الاستقلال 1960 والمذرذرة مطروحة في عزلة عليها حصار. هذا اولا شاكر عليه. المسألة الثانية شاكر على الانجازات اللي عدل على مستوى المقاطعة، هو ذكر الكهرباء اللي جات فترته من مذرذرة من تد وعد بورة تورس اللي بلدية تبعد عنها 13 كيل، وشاكر على الطب وعلى الانجازات اللي عدل على مستوى المقاطعة كامل. اليوم اللي عرفنا عن فيه هاي الزيارة اللي تخلق، نحن على قدم وساق في التنظيم وفي اجتماعات ياك تعود الزيارة على المستوى. فعلا كان فهم طلب اساسي للمذرذرة هو شنو هو هاي الطريق اللي نحن واقفين حالا عليها، وذيك انجزت غير ركعت فهم طلب اخر خاصة بالنسبة للشباب. هذا الطلب شنو هو؟ عن طالبين عن يعود في المذرذرة معهد للتقني والله للاعمال التكوين المهني للشباب اللي عاطل عن عمل. شاكر رئيس الجمهورية على هذه الطريق اللي عدل لنا إذا قدروه الزين اللي لحقنا في عزلة ولحقنا مرضى مرة وثنا الحقوفين واكسي وطولة المدردرة، وطالبين منه أن ما عندنا طب ولا عندنا الماء ولا عندنا الضوء. زيارة رئيس الجمهورية نحن بحاجة لها وبأمس الحاجة لها، وكانت صداها في قلوبنا ما يعبر عنه وفرحانين بها. والسبب هو ان الحمد لله اللي شاهدنا فيه من الماضي وعدنا ننتظر في المستقبل اكثر، ولا اقل دليل على ذلك من هذه القدرات اللي انتم واقفين عليها. اشكر السيد الرئيس على القدره اللي عد لنا نحن المقاطعه المذرذره، شاكرين عليه حتى 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 وداعمين هم اللي معاه الصبح واليوم وقدا، وطالبين منهم اللي عنه احنا الشباب خصوص فينا ياسر من فينا ياسر عاطلين عن العمل. جينا اليوم طبعا في اطار تحضير لزياره السيد الرئيس اللي طبعا معروف انها تعود زياره تنمويه للاتصال بالمواطنين وللتعرف عن كذب وعن قرب عن مشاكل المواطنين، اللي طبعا جسد الرئيس في في في, في الطرق وفي الضوء كهرباء ياسر القرى
مذمنين زياره القائم بها محمد عبد العزيز للولايه ترارزه ولمقاطعه المدردره، زياره تنمويه بامتياز، لان هذه المنطقه شهدت عده مشاريع تنمويه مضره لساكنه المقاطعه ومضره لساكنه الولايه، وعندي زياره نطالب من وراها بتفعيل الانجازات، مع ان ندوروا انجازات اكثر، لان هذه الانجازات لا نستفادوا منها ولا ندوروا نذكر القليل عن ذاكرين المعدل، غير ندوروا ينزاد، ندوروا ينزاد، لان الشباب طالب بالمزيد. وكان رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز قد تفقد صباح أمس ضمن زيارته لولاية ترارزة المركز الصحي في تيغنت، وهو مركز من الفئة يضم أقسام للطب العام والتوليد ومستودعا صيدليا. يتوفر هذا المركز على طاقم صحي يقوده طبيب عام، ويجري هذا المركز الصحي 50 إلى 60 استشارة طبية في اليوم. واستمع رئيس الجمهورية إلى شروح حول الخدمات ونوعية الاستشارات والعلاجات التي يقدمها المركز الصحي للمواطنين. كما تفقد رئيس الجمهورية في تيغنت المدرسة رقم 1 التي أنشئت عام 1971، وهي أقدم مدرسة في مركز تيغنت الإداري، توفر على 8 فصول، ويبلغ عدد التلاميذ في هذه المدرسة 673 تلميذا، منهم 360 بنتا، يؤطرهم طاقم تدريس من 16 معلما. رئيس الجمهورية اطلع على وضعية هذه المدرسة ودورها في أداء رسالتها التربوية في ضوء إعلان سنتها 2015 سنة للتعليم. كما زار رئيس الجمهورية مقطع واكشوط بومبري من طريق واكشوط روسا، يبلغ طول هذا المقطع 145 كيلومترا، تنجز بتمويل مشترك بين الدولة الموريتانية والاتحاد الأوروبي يتجاوز 21 مليار أوقية. وطلع رئيس الجمهورية على البيانات التوضيحية للمشروع واستمع إلى شروح من مدير البنى التحتية للنقل، شملت مراحل التنفيذ ومكونات وخصائص هذا الطريق والجهود التي تبذلها الوزارة لإنجازه في أقرب وقت ممكن. كما تفقد رئيس الجمهورية الآليات المستخدمة في إنجاز الطريق، وحث القائمين على المشروع على توخي الجودة واحترام الأجل. وكان رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز قد وصل صباح أمس إلى مركز تيغنت الإداري ضمن زيارته الحالية لولاية ترارزة، وقد استقبل رئيس الجمهورية لدى وصوله مركز تيغنت الإداري من قبل حاكم مقاطعة المرذذرة ورئيس مركز تيغنت الإداري وعمدة بلديتها ومنتخب المقاطعة وأطرها ووجهائها وفعالياتها الشبابية والنسوية وجمع غفير من السكان. وحرص سكان مركز تيغنت الإداري على تنظيم استقبال شعبي حاشد لرئيس الجمهورية تعبيرا عن فرحتهم بالزيارة وتثمينا للإنجازات التي تحققت في البلاد. Shut up.
ويتبع مركز تيجنتا لداري لمقاطعة مرذذرة ويشكل منطقة رعوية واسعة، كما تعتبر مدينة تيجنت مركزا تجاريا حيويا. ورقة تعريفية بهذا المركز. من أهم المراكز الحضرية في ولاية ترارزة وأكثرها نشاطا في مجال المواصلات، يمثل مركز تيجنتا اليوم ملتقى طرق دولي بين بلادنا والسنغال من جهة، وبين محور طريق البحر والمذرذرة من جهة أخرى. مركز تيجنتا الإداري هو من الناحية الاقتصادية منطقة صيد بحري بفضل موقعه على ضفاف الأطلسي، ومركزا تجاريا نشطا يغذي كل التجمعات والقرى المحاذية. ويتوفر مركز تيجنتا على عدد هام من المرافق الخدمية الأساسية في مجال الصحة والتعليم والمياه والكهرباء. هذا القسم فيه عدة عناصر، فيهم طبيب عام، وفيه ثلاثة قابلات، وفيه خمس ممرضين. والمركز ما شاء الله مركز جيد، يستقبل كثير من المرضى يوميا، معدل تقريبا معاينات معدل 20 معاينة يومية، والولادات بمعدل 10 اليومية. وتؤمل ساكنة تيجنت في زيارة رئيس الجمهورية لمركز تيجنت الإداري لدعم المجهود التنموي في المنطقة واستحداث ورشات تنموية جديدة. تيجنت الأول ما تعاني منه العطش، العطش الشنيع، وعنهم مودي ما هي مخطة، كل وقت أولادنا ما نعرفوا كان يكتلهم سلوك كرة، وطالبين مودي من السيد الرئيس عنهم مودي قطاع التعليم الأصلي، عنه متمحلي، عنه ما معروف له شيء، عنهم المحاضر اللي قروا ولا هم شابرين أي عناية من الدولة. مركز تيجنت الإداري مكنه موقعه في منتصف محور طريق روسون واكشوط من تبوء مكانة استراتيجية في عملية التبادلات الداخلية والخارجية، وتعززت هذه المكانة الاستراتيجية بجملة من التدخلات التنموية الهامة للرفع من المستوى المعيشي للسكان. ويعلق سكان مركز تيجنت الإداري آمالا كبيرة على الزيارة الرئاسية الحالية وما تفتحه من آفاق أمام تعزيز التنمية المحلية وتشخيص هموم ومشاكل المواطنين. نحن قطعا قدرون شاكي منه، حتى مضري منه، قدرون من عند تيجنت نين واكشو، تيجنت نين واكشو ما معدل لا وران بريغر ما معدل ندارو لي السماع عندنا، وندارو العدماني متين التابعين من هذا ندارو نحن عدم مقاطعة ما عندنا المدرسة، ما عندنا ياس المشاكل، نبقى والعبد العزيز يعدلهم لنا،
والطب مره نشهر ومقفور ومره ماء. ونعانوا من الضوء ونعانوا من قلت التورس نقيسوها نمشي عليها الحميرات صعيبه علينا نلحقوهم. وقد خصص سكان القرى والبلدات الواقعة بين كرمسين وتيغنت استقبالات شعبية حارة لرئيس الجمهورية وعبروا عن فرحتهم بهذه الزيارة. نتابع فيما يلي جوانب من هذه الاستقبالات.
وضمن زيارته لولاية طرارزة تفقد رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز صباح أمس قناة أفطوط الساحلي التي يبلغ طولها 55 كيلومترا، كما أجرى توقفات في بلدتي بنين عنجي 1 وبنين عنجي 2، حيث استعرض الحاصدات والجرافات التي وضعتها الدولة مجانا تحت تصرف المزارعين. قبل مغادرته مقاطعة كرمسين متوجها إلى بلدية تيغنت، حرص رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز على تفقد مدى تقدم الأشغال في مشروع قناة أفطوط الساحلي التي يبلغ طولها 55 كيلومترا، وهي تدخل ضمن مشروع كبير لتنمية المنطقة، إذ سيمكن من توفير كميات كبيرة من المياه الصالحة للشرب وللزراعة، كما ينتظر أن تشكل ثورة في مجال التحسين من مستويات إنتاج الحبوب والألبان واللحوم، وكذا في مجال الاستزراع السمكي. رئيس الجمهورية أدى زيارة للجسر الذي أنشئ بهدف تسهيل العبور بين طرفي القناة، والذي تتولى تنفيذه الشركة الموريتانية للاستصلاح الزراعي والأشغال سنات. وتلقى سيادته شروحا حول المراحل التي قطعها هذا المشروع في مجال تنفيذه ونشاطات الشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال في مجال الاستصلاح الزراعي. وقد تمكنت هذه الشركة، يقول مديرها العام، من استصلاح أكثر من 5000 هكتار في المناطق المروية، بلغت حصة طرارزة منها 4100 هكتار، إضافة إلى 3200 هكتار قيد الإنجاز و2600 هكتار منها في توسعة بوغي و600 هكتار لفائدة شركة السكر الموريتانية في فوم الجليتا. المشروع الطموح أيضا يتضمن قناة مائية بطول 40 كيلومترا أنجزت منها فرقة الأشغال العمومية للجيش الوطني 20 كيلومترا، بينما تتولى إنجاز العشرين المتبقية شركة سنات. وخلال هذه الجولة التفقدية تلقى رئيس الجمهورية شروحا قدمها المقدم المهندس دومو الحرمة قائد الفرقة حول المراحل المتقدمة التي قطعتها الأعمال لشق القناة والصعوبات التي واجهتهم ومرحلة الردم التي وصلت إلى 1 كيلومتر و600 متر بعد الانتهاء من عمليات الحفر والشق. هذا وتبلغ تكلفة هذا الجزء من القناة ما يقارب 4 مليارات من الأوقية. ويمتد مشروع قناة أفطوط الساحل للري على مسافة 55 كيلومترا، وقد بدأت الأشغال فيه في مارس 2013، ويتستغرق 15 شهرا، ومشروع ممول من الموارد الذاتية للدولة بغلاف مالي بلغ 10 مليارات أوقية، وسيمكن من ري 16 ألف هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة. وفي مدينة كرمسين قام رئيس الجمهورية أول أمس بزيارة للمركزين الصحيين القديم والجديد، كما تفقد مدرسة كرمسين واطلع على تقدم الأشغال في البنايات الإدارية للمقاطعة التي تضم سكنا للحاكم ومكاتب للمقاطعة. كان الاطلاع على وضعية المرافق الصحية في صدارة برنامج زيارة رئيس الجمهورية سيد محمد العبد العزيز لمقاطعة كرمسين، وهكذا عاين سيادته حالة المركز الصحي الذي يصنف من فئة باء ويضم أقساما للطب العام والأمومة والطفولة، ومركزا للتغذية ووحدة تلقيح ومختبر ومستودع صيدلي، ويتوفر على طاقم صحي متكامل يرأسه طبيب عام ويجري ما بين 80 إلى 100 استشارة طبية. كما زار رئيس الجمهورية بناية المركز الصحي الجديد في كرمسين والذي يضم 34 غرفة، ويتوفر على العديد من التخصصات وأجنحة للعلاجات والاستشارات والطب العام ومختبر وجناح للحجز وآخر للولادة والأطفال. وقد أعطى رئيس الجمهورية تعليماته بالإسراع في فتح هذا المركز الصحي في أقرب الأجال، حرصا على تقريب الخدمة الصحية ومراعاة للجودة المطلوبة. وقد أنجز هذا المرفق الصحي من الموارد الذاتية للدولة في فترة لم تتجاوز 34 شهرا. وفي مجال التعليم أدى رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز زيارة لمدرسة ابتدائية في كرمسين، والتي تم إنشاؤها سنة 1962، ويبلغ عدد التلاميذ فيها قرابة 400 تلميذ يدرسون في 9 فصول يؤطرهم 11 معلما منهم 7 باللغة العربية. وتعرف السيد الرئيس على وضعية هذه المدرسة والنواقص الملاحظة، ويبلغ عدد المدارس في مقاطعة كرمسين 58 مدرسة ابتدائية، منها 23 مكتملة إضافة إلى ثانويتين وثلاث إعداديات. رئيس الجمهورية سيد محمد العبد العزيز اطلع كذلك على مدى تقدم الأشغال في البنايات الإدارية للمقاطعة التي تضم سكنا للحاكم ومكاتب،
واستمع رئيس الجمهورية إلى شروح حول مراحل الأشغال في هذه البنايات التي تنفذها شركة وطنية بإشراف وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي لصالح وزارة الداخلية ولا مركزية بمبلغ يتجاوز 200 مليون أوقية من الموارد الذاتية للدولة. ومن المتوقع حسب القائمين على هذه البنايات اكتمال الأشغال في غضون الأشهر القليلة القادمة. وكان رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز قد دشن ضمن زيارته لمركز جاغو الإداري محطة كهربائية هجينة في قرية برت، وينتظر تسد هذه المحطة حاجات سكان المنطقة من الكهرباء وتساعد في خلق العديد من الأنشطة المدرة للدخل وفرص العمل لصالح المواطنين. وزير البترول والطاقة والمعادن السيد أحمد سالم البشير تحدث في كلمة بالمناسبة عن كلفة المشروع وأهم مكوناته وخصائصه. يشرفنا ويسعدنا أن نستقبلكم اليوم سيد الرئيس في قرية بيرت بمناسبة تدشين المحطة الكهربائية الهجينة 100 كيلوات والشبكة منخفضة الجهد بطول 4.3 كيلومتر. سيد الرئيس، لقد تم في إطار هذا المشروع الذي تشرفون اليوم على تدشينه إنجاز ما يلي: محطة شمسية بطاقة 60 كيلوات كرت، نظام تخزين للطاقة الكهربائية داخل 144 بطارية، مولد كهربائي بطاقة 50 كفاءة. وقد بلغت كلفة هذا المشروع 146 مليون أوقية بتمويل من الدولة الموريتانية، وسيمكن هذا المشروع المنجز بإشراف من وكالة ترقية النفاذ الشامل للخدمات من إنجاز 60 توصيلة منزلية. ونتابع فيما يلي ورقة فنية تناول بالتفصيل مكونات وخصائص هذا المشروع الحيوي في المنطقة. فرحتان للسكان بيرت التابعة لنجاغو، فرحة باستقبال رئيس الجمهورية وفرحة بالحصول على خدمة الكهرباء لأول مرة عبر مشروع بناء محطة لإنتاج الكهرباء الهجينة باستخدام الطاقة الحرارية والطاقة الشمسية في إنتاج حاجة السكان من هذه السلعة. محطة هجينة بطاقة شمسية هنا من أجل تغذية مدينة بيرت. تتكون هذه المحطة من 60 كيلوات طاقة شمسية و40 حرارية، كما يحتوي المشروع على شبكة منخفضة الجهد بطول 4.1 كيلومتر. تم تمويل هذا المشروع على نفقة الدولة وبإشراف من وكالة النفاذ الشامل للخدمات. يدخل مشروع كهرباء بيرت ضمن مشاريع طموحة بتمويل من الدولة الموريتانية لتوفير خدمة الكهرباء للمناطق الريفية والقروية، وهو إنجاز حظي بتذمين السكان المحليين. جاب لنا هذا الماء وجاب لنا الضوء. كنا بمثل حاجة لهذه للخلق اليوم، هاي حق ظاهرة فريدة من نوعها، ونرجو للحكومة بقيادة رئيس الدولة إن شاء الله المزيد من العون. رسميا ودعت بيرة الظلام في انتظار أن تشمل عملية الكهرباء باقي القرى وبلدات التابعة لبلدية جابو. سعيد الحبيب للموريتانية. رئيس الجمهورية دشن كذلك في قرية بيرت محطة لمعالجة المياه تبلغ طاقة ضخها 500 متر مكعب في اليوم. تم إنجاز هذه المحطة بكلفة 400 مليون أوقية بتمويل مشترك بين الدولة الموريتانية من جهة والوكالة الفرنسية للتنمية من خلال منظمة استثمار نهر السنغال. يستفيد من هذا المشروع سكان جاغو وميدينة وبدن والقاهرة. تفقد رئيس الجمهورية الحاضرة الوطنية لجاولينغ التي تحتوي على مخزون كبير من الطيور والحيوانات النادرة، وتلعب دورا مهما في السياحة وتحظى باهتمام الباحثين في مجال الأحياء. واطلع رئيس الجمهورية على الجهود المبذولة للحفاظ على هذه المحمية الوطنية والتقيد بالمعايير الدولية في مجال الحفاظ على البيئة داخل هذه المحمية. وكان رئيس الجمهورية قد أجرى عدة توقفات أول أمس في الطريق بين جاغو وكرمسين، حيث كان موضع استقبالات شعبية حارة من طرف المواطنين. نتابع صورا حية من هذه الاستقبالات.
Yeah.
وفي مركز جاكو الإداري دائما تفقد رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز أول أمس مزرعة للدواجن، وزار المركز الصحي وشاطئ الصيادين التقليديين، كما تفقد مدرسة ابتدائية في قرية بدن. ملخص هذه النشاطات ضمن الورقة التالية. في مركز جاكو الإداري وضع رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز الحجر الأساس لمحطة كهربائية هجينة، وذلك ضمن زيارة العمل التي يؤديها منذ عدة أيام لولاية ترارزة. تقدر التكلفة الإجمالية بأكثر من 400 مليون أوقية لهذا المشروع الذي يتكون من شبكة متوسطة الجهد تمتد على أزيد من كيلومتر، وأخرى منخفضة الجهد بطول 4 كيلومترات و60 توصيل منزلية، وإقامة منشأة لإنتاج الثلج بطاقة 10 أطنان يوميا. وزير البترول والطاقة والمعادن السيد محمد سالم البشير أبرز أهمية هذا المشروع، موضحا أن هذه المحطة ستبلغ طاقتها 206 كيلوات حرارية و120 كيلوات من الطاقة الشمسية، إضافة إلى 80 كيلو فولت أمبير. وقال الوزير إن هذا المشروع يتضمن كذلك أشغالا إضافية سيتم بموجبها ربط قرية إبدن بنجاكو، كما سيمكن في مرحلة لاحقة من كهربة عدد من القرى في المنطقة. بدوره أكد عمدة بلدية جاكو السيد بويجل والهميد في كلمة ترحيبية برئيس الجمهورية أن هذه الزيارة ظلت أملا بالنسبة لسكان بلديته، وعبر عن فرحة هؤلاء السكان بتحقيق حلم وضع حجر الأساس لهذه المحطة الكهربائية التي قال إنها ستوفر مستلزمات التبريد الضرورية لأهم منتجات القرية من الأسماك. واستعرض العمدة تطلعات السكان خاصة في مجال فك العزلة، مبرزا ضرورة تذليل صعوبات التنقل بين جاكو وبرت وأهمية بناء ميناء للصيد التقليدي في جاكو. ودائما ضمن الزيارة التي يؤديها رئيس الجمهورية حاليا لولاية ترارزة وفي مركز جاكو الإداري على وجه الخصوص، قام السيد محمد العبد العزيز بزيارة مزرعة للدواجن تابعة لإحدى التعاونيات النسوية في هذا المركز، واستمع من رئيسة هذه التعاونية إلى شروح حول دور المزرعة في توفير اللحوم البيضاء بأسعار في متناول السكان. ويدخل إنشاء هذه المزرعة في إطار برنامج وطني تنفذه الدولة بهدف تحسين المنظومة الغذائية والرفع من المستوى المعيشي للمواطنين. رئيس الجمهورية تفقد كذلك المركز الصحي بنجاكو وتجول في أجنحته وتلقى معلومات حول دوره في توفير التغطية الصحية الضرورية لمواطني هذه المنطقة، علما بأن هذا المركز ظل نقطة صحية منذ 1962 إلى أن تحول مؤخرا إلى مركز صحي بطاقم طبي مؤلف من طبيب رئيس وممرض وقابلة، ويضم قسما للولادة ويقدم استشارات خارجية ويتوفر على صيدلية وسيارة إسعاف. ويدخل هذا التطور في إطار توجيهات رئيس الجمهورية القاضية بتحسين الخدمات الصحية لتستجيب بفاعلية لتطلعات السكان. وفي مركز جاكو الإداري دائما تابع رئيس الجمهورية سباقا للزوارق النهرية بشاطئ الصيادين التقليديين، نظمه هؤلاء احتفاء بمقدم رئيس الجمهورية الذي تفقد شاطئ الصيادين ليتعرف عن قرب على مشاكلهم المطروحة والتي تركزت أساسا على المطالبة بحفظ وتسويق الأسماك. قرية إبدن التابعة لمركز جاكو الإداري حظيت هي الأخرى بزيارة رئيس الجمهورية الذي تفقد مدرسة ابتدائية بالقرية يعود تاريخ إنشائها إلى سنة 1966، وتجول سيادته في أقسام المدرسة واستمع من طاقمها إلى شروح حول الدور الذي تطلع به في ضوء إعلان سنة 2015 سنة للتعليم. وكان رئيس الجمهورية موضع استقبال حار في كل المحطات ومن قبل سكان هذه القرية الذين احتشدوا أمام المدرسة، ونظموا استعراضا فلكلوريا ببنادق الصيد ترحيبا بزيارة الرئيس وتذمينا للإنجازات التي تحققت على كافة الصعود. ويقع مركز جاكو الإداري في الجنوب الغربي لولاية ترارزة عند دلتا نهر السنغال، يحده من الجنوب والجنوب الشرقي نهر السنغال، ومن الغرب المحيط الأطلسي، ومن الشمال والشمال الشرقي الحظيرة الوطنية جاولينغ، ويبعد حوالي 152 كيلومتر من عاصمة الولاية روسو. ويعتبر مركز جاكو الإداري منطقة سياحية بامتياز بفعل موقعه الجغرافي الأخاذ.
أشرف الوزير الأول السيد يحيى الحدامين أول أمس بالمركب الأولمبي على المباراة النهائية لكأس رئيس الجمهورية لكرة القدم للموسم الرياضي 2014-2015، وسلم الوزير الأول في نهاية اللقاء الكأس مع صك مالي بقيمة 5 ملايين أوقية لقائد فريق الكسر المتوج بالكأس على حساب فريق تجوجة. هي خاتمة الموسم الرياضي 2014-2015، تتجلى ملامحها عبر آخر المحطات التنافسية كأس رئيس الجمهورية لكرة القدم. نهائي أقل الكؤوس الذي جرى بإشراف الوزير الأول السيد يحيى الحدامين جمع بين فريقي تجوجة والكسر اللذين قدما موسما من أقوى وأفضل مواسمهما الرياضية. المباراة الختامية شهدت تنافسا قويا خلال أمتارها الأولى قبل أن يتمكن هداف الدوري وشيخ أندية كرة القدم الوطنية بيجيلي والسالم في الدقيقة 5 من فتح باب التسجيل لنادي الكسر. عززه زميله عبد الله الكوري الملقب سعدون بهدف ثاني في الدقيقة 35 لينتهي الشوط الأول بتقدم الكسر بثنائية نظيفة. ومع دخول الشوط الثاني بدقائقه الأخيرة استطاع لاعب تجوجة كوليبالي عمار أن يقلص النتيجة بهدف عن طريق راسية جميلة في الدقيقة 86، غير أن مهاجم نادي الكسر والمنتخب الوطني سي عبد الرحمن الملقب بيبي أفسد فرحة عناصر تجوجة بالهدف الشرفي الوحيد لهم خلال اللقاء بإضافته للهدف الثالث لصالح العميد خلال آخر دقائق المباراة. الحقيقة العام الكسر كانت من أقوى الأندية وكانت مولي فريق حقيقي عنده لاعبين جيدين، ونرجعوا عن العام الجاري جبروا امكانيات ان شاء الله ياك نلعبوا كوب دافريك. الحفل الختامي لكأس رئيس الجمهورية تميز بتوزيع الجوائز والكؤوس، حيث سلم الوزير الأول أغلى الكؤوس الوطنية رفقة صك مالي بقيمة 5 ملايين أوقية لقائد فريق الكسر، إضافة إلى تسليمه لدرع الكأس ومبلغ مالي بقيمة 2 مليون أوقية لقائد فريق تجوجة صاحب الوصافة. وكان الوزير الأول قد سلم قبل ذلك جوائز الدوري الوطني لأندية الدرجة الأولى للمتوج باللقب فريق أبس تبرق زينة مع صك مالي بقيمة 7 ملايين أوقية. الدوري بالنسبة لنا كنا مشتاقين له من بدايته، هدفنا كان هو الدوري، وحقنا كان صعب سرتو في الأخير، غير احنا بما أن عندنا هدف الدوري يلتعب إلى الدقيقة التالية. ذاك عبر عن تفرق زينة عندها تجربة تبارك الله لباس بها ولعبت إلى آخر دقيقة. الحفل الختامي للموسم الرياضي 2014-2015 تميز بحضور عدد من أعضاء الحكومة وجمهور رياضي معتبر. أكد وزير الوظيفة العمومية والعمل وعاصرنة الإدارة السيد سيدنا علي ومحمد خونة أن موريتانيا عملت من خلال استراتيجيات متعددة على إرساء دعائم السلم الاجتماعي وتوسيع أرضية الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة والحد من الفقر ومحو الفوارق الاجتماعية. جاء ذلك في كلمة للسيد الوزير أمام الدورة الرابعة بعد 100 للمؤتمر الدولي للشغل في جنيف. ندعوكم فيما يلي لمتابعة أبرز محاور هذه الكلمة. سبيلا إلى تحقيق الرفاهية لكافة العمال وتوفير العمل اللائق لكل مواطنيها، تعمل حكومة بلدي بتوجيه من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز من خلال استراتيجية تنموية شاملة على إرساء دعائم السلم الاجتماعي وتوسيع أرضية الحماية الاجتماعية وتغطية الصحية الشاملة والحد من الفقر ومحو الفوارق الاجتماعية. وفي هذا السبيل صادقت حكومة بلدي قبل أسابيع على الخطة الوطنية للقضاء على عمل الأطفال، وهي خطة شاملة نسعى من خلالها إلى استبقاء الأطفال في المدارس ومراكز التأهيل وتوفير مصادر عيش لائق للأهالي حتى نكفيهم مؤونة الدفع بأطفالهم إلى العمل. وفي إطار التمييز الإيجابي
لصالح الفئات الهشة، تم مؤخرا إقرار قانون يمنح امتيازات خاصة لذوي الإعاقة في مجال الولوج إلى الوظائف، يخصص لهم نسبة 5% من كل عروض التوظيف. ولتمكين العمال من ممارسة حقوقهم النقابية على الوجه الأكمل من خلال ممثليهم، استحدثنا هيئة دائمة للتشاور والتفاوض هي المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، كما تم إقرار آلية تحديد النقابات الأكثر تمثيلا، ونحن مقبلون في القريب العاجل على تنظيم هذه الانتخابات. وفي إطار المساواة بين الجنسين، قمنا بتعديل قانون الضمان الاجتماعي بما يكفل للنساء المساواة مع الرجال في السن الموجبة للتقاعد، والعزم ماض والجهد مستمر في سبيل إرساء دولة القانون من خلال ضمان الحريات السياسية والمدنية وترسيخ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان. وننتقل إلى ولاية أدرار، حيث تفقد وزير التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال صحبة والي أدرار مؤخرا. تفقد مقر ثانوية التكوين الفني والمهني متعددة التخصصات ومركز التكوين المهني للمحاضر بأطار، وعقد السيد الوزير اجتماعات بمسؤولي هذه المرافق للاطلاع على وضعيتها. الاطلاع عن قرب على واقع التكوين المهني ودراسة ومراقبة هذا القطاع نقاط من بين أخرى شكلت المحاور الأساسية للزيارة التي أدها وزير التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال لولاية أدرار. تزامنت زيارة الوزير هذه مع إجراء الامتحانات النهائية في كافة مدارس ومراكز التكوين المهني في مدينة أطار. الوزير والوفد المرافق له حرصا على الاطلاع عن قرب على ظروف سير الامتحانات في هذه المؤسسات. ثانوية التكوين الفني والمهني كانت المحطة الأولى من زيارة الوزير، وبعد وصوله لمباني الثانوية زار وزير التكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال ورشات البناء والطبخ واللحام والنجارة والكهرباء المنزلية وقاعات مخصصة للمعلوماتية، واستمع الوزير داخل هذه الورشات لشروح مفصلة تتعلق بطبيعة عملها وأبرز التحديات التي تواجه العاملين بها، متعهدا باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لدعم هذه المراكز في ولاية أدرار. مركز التكوين المهني بالمحاضر في أطار شكل بدوره المحطة الثانية من هذه الزيارة، وتجول الوزير داخل الورشات الفنية الموجودة بهذا المركز، وعين عن قرب ظروف السير عملها، واستفسر من القائمين عليها عن أهم العقبات التي تعيق عمل هذه المرافق على مستوى ولاية أدرار، وطالبهم بمضاعفة الجهود لتقديم كافة الخدمات الأساسية في المستقبل خدمة لتنمية الولاية ومحاربة البطالة. الوزير وفي ختام زيارته هذه حرص على عقد اجتماعات بالعاملين في هذه المؤسسات والشركاء في هذا المجال، مؤكدا الهدف الأساسي من هذه الزيارة. الهدف هو شوف نقيم العملية الطريقة اللي جرات بها السنة، به اللي كان فم أولا ميزانية معينة من الوقت اللي الشاب كانها خلقت بالطريقة اللي تخلق به، ما هي توه الميزانية المالية اللي تنشاف حتى ميزانية في الساعات يلا تعود مضبوطة ومعروفة وقدمت كما ينبغي، ونشاف مولي الظروف اللي العملية والميدانية اللي مشات فيه وحالة البنى التحتية والحالات كاملة اللي مشات به اللي هاي نهاية السنة غير اللي يتمخط عنها مولي بداية سنة مقبلة جديدة، نشوف النواقص اللي ملاحظة كان نحضروا بها السنة ناجحة السنة القادمة إن شاء الله. ذا هو أساسا هو اللي أدى بيه قم بالزيارة ونجتمع بيه بالحكام الموجودين معانا السيد الوالي والحكام، نقيمهم مع شركائنا، وأنا كنت جد مسرور بالكلام اللي سمعته عن شركائنا الموجودين معانا، وشاك والله قا نمشي من هون عني قالوا لي هو اللي خالق للثانوية عنها المركز والثانوية هي منهم وإليه. والي ولاية أدرار جالو عمر أمدو وفي كلمته بهذه المناسبة قال إن هذه الزيارة ستساهم في الرفع من مستوى مراكز التكوين المهني على مستوى ولاية أدرار، مثمنا شهود الوزارة الوصية في هذا الصدد.
هي إذن زيارة يعلق عليها الساكن في هذه الولاية آمالا كبيرة في أن تساهم في دعم وتطوير مراكز التكوين المهني لمحاربة الفقر والحد من البطالة في صفوف الشباب. يسلم الحضرامي، الموريتانية، أطار. بمشاركة 100 شاب وشابة من مختلف ربوع الوطن شهد فضاء التنوع البيئي والثقافي أمس تظاهرة تحت عنوان وجهات النظر العالمية حول المناخ والطاقة. يأتي هذا الحدث بالتزامن مع 100 دولة أخرى حول العالم، وهو مناسبة لمناقشة مختلف القضايا البيئية والاستراتيجيات الوطنية في مجال البيئة، وذلك 5 أشهر فقط قبل انطلاق فعاليات مؤتمر باريس 2015. في 100 دولة حول العالم وبشكل متزامن حوار مفتوح لـ100 مواطن حول تحديات البيئة والحلول المطروحة لها في كل قطر على حدة. الحدث حمل عنوان وجهات النظر العالمية حول المناخ والطاقة. هذا اللقاء برأي المنظمين يندرج في إطار الخطوات التمهيدية لمؤتمر الأطراف 21 حول المناخ باريس 2015 المزمع عقده نهاية العام الجاري. يهدف هذا الحدث إلى إشراك المواطنين من جميع أنحاء العالم في تصميم السياسة العالمية للتغير المناخي وفهم وجهات نظر جميع شرائح المجتمع ومن جميع أنحاء العالم حول هذا الموضوع. أملنا كبير أن الحدث التشاوري سيؤدي إلى تعزيز المشاركة الوطنية في سياسة التغير المناخي والتوصل إلى فهم أفضل للمشاكل المتعلقة به. إن الدولة الموريتانية تولي أهمية كبرى للتشاور بين قطاعات المجتمع المدني المختلفة في سبيل الحفاظ على البيئة ودعم التنمية المستديمة. السيد سي أدما المتحدث باسم العمدي الموريتانيين اعتبر أن حدثا بهذا الحجم لا يمكن لبلادنا أن تقف مكتوفة الأيدي أمامه، فقد كان في صميم اهتمامها في الماضي كما هو في الحاضر دعم الجهود التي تستهدف استشراف وإيجاد حلول دائمة وفق رؤية شمولية لمشاكل المناخ. نقاط 5 على أجندة الحضور في هذا اليوم التشاوري ستصاغ في تقرير شامل على أن يتم تقديمها مع غيرها من التقارير من مختلف أنحاء العالم في 15 من يونيو الجاري إلى الهيئات المشرفة على مؤتمر باريس الذي يعد أكبر حدث بيئي منذ مؤتمري ستوكهولم وريو دي جانيرو. يشهد الجناح الموريتاني في معرض ميلانو 2015 الدولي إقبالا ملحوظا من لدن المهتمين بالثقافة الموريتانية وكذا من قبل المستثمرين الراغبين في الاطلاع على فرص الاستثمار في البلد. نتابع التقرير حول هذا المعرض وإقبال الزوار عليه. جناح موريتانيا في معرض ميلانو 2015 واحد من أهم مراكز استقطاب السواح والمستثمرين هذه الأيام في العاصمة الاقتصادية الإيطالية. بداخل هذا الجناح المضروب في الزاوية الخاصة بالمناطق الجافة تشد انتباه الزائر الحياة التقليدية الموريتانية المجسدة في جميع ربوعه والاستقبال الحار والعناية التي يوليها الطاقم الإشراف لكل المهتمين بالثقافة الموريتانية وفرص الاستثمار في هذا البلد العربي الإفريقي ذي الموقع الجيوستراتيجي الخاص. ولأن معرض ميلانو 2015 ينظم هذه السنة تحت شعار التغذية فإن القائمين على الجناح الموريتاني عملوا على إبراز وسائل العيش التقليدية خاصة الحياة تحت النخيل كما يشرح ذلك مصمم الجناح. صح سمعنا عن الناس عايشة بالتمر وعايشة بالبن وتعي والمنجب طبعا الله في الزوازي وبيكون ناس بقى اختلدون في نوتر باريون هذه الآلات الثلاثة اللي هم اللي موجودين. الإقبال المتزايد على الجناح الموريتاني في هذه التظاهرات العالمية دليل ساطع على حضور بلاد الشنقيط في المحافل الدولية وقدرتها على المنافسة في إشعاع ثقافتها العريقة التي تنال إعجاب كل مستكشف لها. ترأس والي ولاية دهرة نواذيب والسيد محمد فاول أحمد جورة مؤخرا اجتماع اللجنة الجهوية المكلفة بأمن الموانئ، وخلال هذا الاجتماع تم استعراض محاور متعلقة بطرق وآليات مكافحة الكوارث داخل المنشآت المينائية البحرية. يدخل هذا الاجتماع ضمن الجهود الجهوية الرامية إلى رفع كل التحديات المتعلقة بالسلامة والأمن البحريين على مستوى مدينة نواذيب.
ونبقى في نواديب، حيث احتضنت مدرسة عمار صباح أمس فعاليات اليوم التربوي المنظم من طرف مفتشية مقاطعة التعليم في نواديب تحت شعار يدا بيد لارتقاء بجيل غد، وذلك بمناسبة اختتام العام الدراسي 2014-2015. تضمنت فقرات هذا الحفل تقديم عروض وأناشيد وإلقاءات شعرية تحث على الوحدة الوطنية وضرورة التعلم، قدمها براعم مؤسسات التعليم القاعدي بالمدينة. كما شمل هذا الحفل الختامي تسليم جوائز وشهادات تقديرية على المتفوقين خلال هذه السنة. وفي نشاط مماثل نظمت الرابطة الموريتانية للتنمية البشرية ومحاربة العنف والأمس بالتعاون مع مدرسة حليمة السعدية بمقاطعة الرياض في نواكشوط الجنوبية حفلا تكريميا لبعض طواقم التدريس والتلاميذ المتفوقين بمناسبة ختام العام الدراسي. من طواقم التدريس والقائمين على العملية التربوية و18 تلميذا من المتفوقين في مدرسة حليمة السعدية بمقاطعة الرياض تم تكريمهم خلال هذا الحفل المنظم من طرف الرابطة الموريتانية للتنمية البشرية ومحاربة العنف بالتعاون مع المدرسة المذكورة بمناسبة اختتام العام الدراسي وبهدف إشاعة حب التعلم والتحصيل المعرفي بين صفوف التلاميذ. أشكر الرابطة الموريتانية للتنمية البشرية ومحاربة العنف على هذه المبادرة القيمة التي تجسد بحق اهتمامها بالعلم والتعليم، وهذا الاهتمام ليس وليد الصدفة وإنما هو قديم قدم الإنسان منذ أن قال الله سبحانه وتعالى في شأن آدم: وعلم آدم الأسماء كلها الآية. والشعب الموريتاني إن ارتبط بالاهتمام بالعلم فمعنى ذلك أن المسألة ليست غريبة، فهذه الأرض هي أرض المنارة والرباط. رئيس الرابطة الموريتانية للتنمية البشرية ومحاربة العنف شكر إدارة مدرسة حليمة على تجاوبها الذي مكن من تنظيم هذه التظاهرة العلمية. عن بالدور الذي يمكن أن يلعبه المثقف من أجل الصعود المجتمعي نحو القمة وإنقاذه من قاع الجهل والتخلف والفقر إلى مراقي العلم والتطور وتشجيعا للمواهب على اختلاف أنواعها. قامت مجموعة من الشباب المؤهلين علميا وفكريا حاصلين على الشهادات بالتعليم في بلدنا والمثقفين ثقافة إيجابية تبني ولا تهدم، تصلح ولا تفسد، بإنشاء جمعية تهتف إلى تثقيف وتوعية وسلامة المحيط البيئي، وعلي تضع هذه البيئة على عاتقها المساهمة والمساعدة لتثقيف المجتمع وتوعيته في مختلف المجالات. بعد ذلك تتالت مداخلات الحضور من العاملين في الحقل التربوي وشخصيات أدبية وفكرية ومنتخبين محليين وآباء وممثلين عن هيئات المجتمع المدني الناشطة في المجال الاجتماعي، لتصب كل هذه المداخلات في اتجاه موحد يدعو إلى التسلح بالعلم ويحث على توطيد اللحمة الوطنية بين كافة مكونات المجتمع. وتخللت هذه الاحتفالية اسكتشات هادفة تدعو إلى المحافظة على الوسط البيئي وأناشيد مدرسية تمجد الوطن. ثقافيا دائما انطلق أول أمس بنواكشوط مهرجان السلام عليكم الثقافي الدولي في نسخته الثامنة المنظم من طرف مجموعة نواكشوط الحضرية بالتعاون مع فرقة زازا إنتاج. أوضح المتحدث باسم رئيسة المجموعة سيد تانغا في كلمة بالمناسبة أن هذه التظاهرة الثقافية تشكل إطارا هاما للتعبير عن أنماط متعددة من الثقافة الإنسانية، مضيفا أن المجموعة الحضرية دأبت على تنظيم هذا المهرجان وتقديم الدعم له لإحياء الساحة الثقافية بالعاصمة. وبدوري عبر السيد مانزا باسم الفرق المشاركة عن ارتياح لاستمرار مجموعة نواكشوط الحضرية في تنظيم هذا المهرجان. وبذلك نصل مشاهدينا الكرام إلى نهاية نشرة منتصف الليل من الموريتانية، عود على بدء وتذكير بأبرز ما جاء فيها. رئيس الجمهورية يصل إلى مقاطعة المرذرة قادمة من مركز تيغنت الإداري ضمن المرحلة الرابعة من زيارته لولاية ترارزا. رئيس الجمهورية يدشن بعض المنشآت التنموية في مقاطعة كرمسين.
الوزير الأول يشرف بالمركب الأولمبي على المباراة النهائية لكأس رئيس الجمهورية لكرة القدم للموسم الرياضي 2014-2015. دمتم في أمان الله مشاهدينا وتصبحون على خير.